لا ايش كيف جمعت كلماتها؟ كيف اغنية جميلة جدا 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 والله. هذه كلمات الشيخ اسمه عبد الحميد الشايف الله يرحمه. الله يرحمه. قابل لي هذه الاغنية بعد ما غنيت انا كنت يعني اغنية للافراح بعنوان رشوع طور الكاذية. رشوع عبد الحميد غنها. ولكن الشيخ عبد الحميد الشايف عملها على الطريقة المحلية في القرية. فبدأها بسم الله. بسم الله المبتدا على العريس ربي حقا ربي حقا قال هو بسم الله الله العلي مولى الولاية والولي ولي اي والله المهم طويلة كثير يعني وحصل لها يعني زي ما تقول تغيير يعني في المقاطع حقها حوالي 3 مقاطع جميلة جميلة جدا.